متواجدين اليوم في القاعة المغطاة بتطاوين لإجراء بطولة تصفيات بطولة تونس أواسط وأصاغر وصغريات ووسطيات. الحضور اليوم كان متميز، تقريبا 16 جمعية مشاركة وتقريبا 170 لاعب ولاعبة. بصراحة ثم مستوى فني ممتاز مقارنة بالسنة الفارطة، بالرغم وجود بعض اللاعبين اللي تميزوا السنة الفارطة وتحصلوا على بطولة تونس كانوا متواجدين اليوم وكان مستواهم طيب جدا، وثم زاد لاعبين جدد اللي ما توجوش عام الأول على مستوى تاني شفناهم اليوم إن شاء الله قادرين باش يتوجوا إن شاء الله. اللي تميزوا اليوم عملنا تصفيات في كل ميزان يترشحوا أربعة هذوما اللي يتميزوا باش يمثلونا إن شاء الله في على مستوى الوطن ويلعبوا النهائيات في تونس إن شاء الله. كان المردود ممتاز وممتاز جدا، لخاطر هذوما الوليدات هما اللي باش يشرفونا وينورونا في نهائيات البطولة الوطنية اللي تضم أحسن وأفضل لاعبين في تونس. التنظيم بصفة عامة كان ممتاز كما حكينا، يعطيهم الصحة أهالي تطاوين الكل. إحنا كجمعية معناها وكرياضيين معناها في رياضة الكاراتيه بولاية تطاوين مرش مقصرين جملة معناها مع السبور هذا، ديبلاسو برشا، نمشوا لبرشا مناطق، أغلب البطولات ديما تصير لبرا من تطاوين، وبحكم معناها الحرص متاعنا إحنا على أن باش ننجحوا معناها هذه الرياضة في الولاية متاعنا، دونك ولينا معناها نطالبوا بالحضور نتاع المدربين والرابطه معناها نطالبوا فيها باش تعين لنا معناها بطولات في الولايه نتاعنا لهنا في تطاوين باش نسهلوا على الصغيرات نتاعنا ونخفوا عليهم المصاريف اللي ديما نتكبدوها في التنقلات نتاعنا. البطوله نتاع اليوم الحق نتاع ربي باهي، تعدل باهي، نظام باهي، كل شيء باهي فيها. برشا عباد معناها يجونا من برا ومعناها الجو فيها سمح حق. وفما شكون ربح وبيان سور شكون خسر. اليوم لعبت ثلاثة مقابلات، الأولى ربحتها، الثانية خسرتها، والثالثة عاودت ربحتها. بديت نمارس في رياضة الكاراتيه عندي 5 سنين، واليوم جينا باش نشاركوا في بطولة تصفيات تونس في تطاوين، ولعبت 2 مقابلات وربحتهم، والجو كان رائع. هذه مش أول مرة نشارك في البطولة كيما هكا، والتأطير كان رائع جدا من قبل الممرنين والحكام.